السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو ونشوف واللي يعني الألواح الإشهارية الإلكترونية راهي وزعوها على كل الملعب، وهذا يعني أمر يعني نفرحوا له، وحاجة مليحة أنه فيه هذا يعني هذه الخطوة وهذا الاتجاه. إذن هذه هي إن شاء الله تكون يعني الامور تمشي في احسن ما يرام وينتهي الملعب هذا. وكذلك نلاحظ بنفس المنافسه يعني بنفس الفرصه نلاحظ انه الارضيه تاع الميدان راه في احسن ما يرام، تظهر جيده جدا. وخليكم تتابعوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.